بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا مرك له إله سبحانه وتعالى هيدا بركة وملك السؤال مقدع ونسان وحنا نسعط عن تي في عالمي كالسان تي في وبرنامج كوني براسي حاري وما عربت الساعة لها نكون كسو قلنا تي في وان كالسان تي في وحنا بقينا سو قلنا انت بغن مركو اي تهي تاريق ما عربت الساعة دو شمتا يوكي تايم سوى كالي مركا يوتها يوروب تكالي أفرتا أفريكا كالي ما يوتها معركتي مركا يوتها سوالكا أما سأل بها سديدة يوتها معركتي سوماليا إيو معركتي أفريكا كالي ساعة أولا إن شاء الله تعالى ما نتوحان بإذن الله جل وعلا درد سارة دونا سحابي أصحاب تنبي كمدة وسحابي جريلة وسحابي كل مبين سحابي النبي عليه الصلاة والسلام جي معركة عسلا كمدة بل مركب مانتا أخرنا تاريخ السحابي كان أما عن ديارنا البرنامج كان وحن قاد أولي عبي إلا أي مانتا إسلفة القرنة بعد مودا تاريخنا أنكهر لأن مانتا إيا أرنتا دلك أن الصوماليا كتابا إيا مدح ذا قابك إيا اللوح لها إيا مدح ذا سيدي أي ما أردت أقنقم لهايين إيا سبحان الله العظيم مدح ذا سيء أقنور صلى الله عليه درسي وين با كجور السحابي كان جليلك سحابي ونكهة لأنه حالي سعيد بن عامر الجمحي سعيد بن عامر الجمحي سحابي كان وحكم لها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إسلام كراعي صور راعي ولم يحو إسلامي أصدقوا للقراءة بل معركتي مؤرخين توحي لهذان معركة مؤرخين توحي لهذان وقف اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما قف الدنيا دي سيو دن آخره بدا الشيء وأدوك نبو اسكو رجي حقا آخره أي معرض أبطي له دان وحوركو دورت إلهي رسولك سوح والبو أدوني وحيا لن تو اسكو اللي حيو إلهي رسولك سدورت ساسي له دان معرقين تماركتي وحوها مركا إنو إسلامو أما إسلام لمن ديسا وحا سببوها سحابي كالو جليلة أولا يرهدو سبحان الله العظيم خبيب بن عدي خبيب موسى له إسلام حتى إسلام موسى إسلام عجيب أهيد انتو إيه من يولي نيو توحيدك قاضو أما إسلام ماذا قاضو لكن معجزوي ووين بوتصي هل كاس قصير روح كجر تكوما هدان تلمامه سحابي اللي يرهدو خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وارضاه يسحابه تمنن أه ما قبيل قبيل لدي عربي دي قريش يا ما أردت وحيد البدن قبل ذا عربين بنها ما وحكت البدن النبي عليه الصلاة والسلام إنه مرك إسلام كقاتل إنه ضد دعوة ما أردت كلا شقي من الدين تبره إنه راعي ما دام أول نبي هذا داعيا إلى الله إله دين تقف لا صدري بشيرا ونذيرا وها النبي عليه الصلاة والسلام وكأقبلي طبعا رجع أو دين تي خبرة علم النبي كده حلي أو ما أردت كبرتي أيه راعي نبي كعربين واحد عادي من بلاك مدو مركز سفر كسياحيين أو سير سعودان نمن كان دعات كباه دين دون معه شرقول بيوتان تعصوا كل شرقول يان طبعا كان بيني كورة جيان قريش أو العكو بدشان مركز نوع أيامي وحلو الجوا أما مدوك ولا الجوا دوال كبير قريش نقدمه على سمته ما ضح يبى الأولى دوالك على سكران ليهن قف كي قبتان ما ضح أجريان نمك وحارة ضمع إلا حيره أكوى الله وضه لوقي قريش رقوا رب لا تكون سكوا دراني معها قاربة آميسان هدي لبنا كان سكوا دوال ازدفاعا وحيسا ميان إلا ازدفاعا تضمن من أرقي كمدعا ماشا لودري صدحنا مركي حتى إنا دوال الله وضع حيوة لك أود بوانا هاي اسليبة وإذا بتبادري ناي صدح دي قعنت الله ودي غي بوحا كمدعا خبيب ابن عدي انت يسيس عدين بعد ذلك حديث درامين إن نوكي بلدك بحيان
نين كمدة أصحاب ستة حلو قعدت لهم هاي بعد العالمي سو اسكو دفاعه والنور بعد ما رت جريوا كحية إن أنا وكتير أصلا ركلا قعدت لي جري أما لقي يبشده ده قال لكم ده قال ماشي أصلا أنا ما رت كل شهيري أقول لما نبى ماشي أي كحيان وجير من بلدي مكة ومكة عز قعدت ما رت قناش قعدت وجرت نمكن لقبته حكم إذا مركز صحابي قال جيلك آه اللي رهذو خوي بن عدي مكة تاريخنا اللي سنة سبحانه يلا إيو سوكا قسمه مت كان كهل لينه يمت كا لو يمت أنكر صوع مرك سحابي كان لينه ما عاوى وحال السعيد ابن عامر الجمحي سحابي إسلام نمي صابت وانا وحال يلا خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنهما خبيب رجل لقبتي أو لإبني أو مشي كلاودي مارتين لسرسرة أو قيارة لوسو قبتك بدها أصوى مكة لها يستوى بو حالك يا ري مغالا دي مكة نمانكي عربات أما زعماء قريش وحي سمايين دتكي ريان مكونا بأسكوية ريان أيوكو ربوه إن النبي عليه الصلاة والسلام كأرغوستان لينتقم من محمد في شخصه يه وليتأثروا سعو تأثران دتكا أرماها إيا ما أردت وعبرها إيا سمايين ريان وغرب أي أسمايين أربوت رجي بدر لغلاي مركي لسوقفتي او صحابي جيلك على كان دولتك مكة مين لي راه تلعين بعد كان في ظاهرة مكة تالي او صحابي اسلام كقاتو او كان نعاو سعيد بن عامر الجمحي وحكم دها دكي اسو بن بحي اي داوران الا اركان سوى الودري خبيب معدي وحلوه وحكم دها دكي واحد من آلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة كما نعكي كن اسكسا بحي الدولات كما قالت معارة التنعيم هاي مكة الدولات كما هاي رجي أسا بحي فضارها إلي داودان سي الودري خبيب بن عدي وكبل هابو ليه هل قاسا بركب العوان إسان مديس وحيقول لي هاي وحيقول صورة قشي إلا نحق الأضياشي قرشي معارة سيدة أبي سفيان بن حرب يسفان بن أمية إلى غيرهما إلى قرب قرب كأسعاره أو من الغراه وما أرد سكون دو إلى نحم الشاحه لأن أضي ياشر حتاني صف كهراء إلى صف كهراء ما هذا يسعيد بن عامر كت 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 ما أردتين كت تمانيي ويقول قشي سوء أرك السيء يبدو يسحابي وحيقول لي هاي صف كهراء سوء استاوي ويبا هاي كان يسيء قرحينا يحيقول لي هاي وحيقول كي استاوي الوليه سي أركور سكون بعد ما دام أو كورا يرى هاي وحد أكيد سعيد ما رتي يا له خبيب سحابي له سعيد بهالله وحار كله خبيب ابن عدي والله صوص عرض إلى خشمة الصلب تيرك توش ماشي الوحي قفك بكل ما رتي نبك لوب سنة أما ماشي اللي بدي لها قفك إنسان لو سار أما ده تيرك توش ده والواحد ده رأيك يدوم بوها وحن مقنوه وسمع ما رتي وحدوه وسمعته وحن مقل صوته عتكي سام مقنوه أوليه الثابت السجناء الهادي أدقنا من خلال السياح النسوة والسب ما رتوح كنا حمقل عتكي سي دمركي والسبياني علمه يريرا وحكنا حمقل أصوها لأن عربه كصوح أنت مركبة وهو يقول سحابي بهالله مركي هالله خبيب ابن عدي بهالله نحاول ليه إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي ففعلوا ورهدان إيسا مين كرتان وذي أقوان كرتان إيه أقلاد إلا لا مرقع تكوذو لا مرقع إلا تكوذو إيه أقلاد إيه لسحابي قان جليلك أه المحاني رهداي خبي ابن عدي أما خبي ابن عدي إليه وايه يكون نويك أقلادين سحابي وحالي سعيد ومركا قاله وطريق ساكشكين عاوحا كالينا والسعيد لكن إسلام نبي سحكوت به خوي من عدي ولا دلدلي ولا نبي أي دعوة ذي ساس على كيرو دون تقول دبا أنا ما أعتقد شرح دون أسلوب إسلام مكسو قلي وحولي هاي سحابي الله يستاهها قعدت أوجري قريش وحلاه قال هذا الله مرق عدته كذا وهو يستق وحن أركي أبو لي هاي وهو يستقبل الكعبة تام إذا كعبة وسجست ويصلي ركعتين الله مرق عدته كريا وحكاها الله يو سعيد وحولي يا لحسنهما ويا لتمامهما ألا قرح بالنيدا لا بدار رجع وتكلي قرح بالنيدا وما دجنا دجنا ثم رآه وحو أركي
يقبل على زعماء القوم ويقول وحو اركا نيكا مركو لبا ركعت كودو دمهستي ايو هدان وحو سو قابلاي اودياشي قريشيت وحو نو كيرو والله اك الهي بان كو دارتي لولا ان تظن اني اضلت الصلاه جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاه هدان اسلهين بو يري او اسلهين وحي امالين لهاين ايكا صلاه ان ديري عبسي درادت واسك سيدرس لابي لبا ركعو ركعتين وحو تك دغن قبو أنا كجيرن دقدق أنا كجيرن أخص الشيء سكجيرن وحول يا مركا وسيم معاني سلها أو وسيم عن سلها هذا كب قينين وين قلبي كجيرن نملك كانوا حكومة لأنك هو عبصرية وحول يا أنت أكلية كم سنة كان مركي وحال صاري إن الواحد لو دياري وحن أركي ولا يه بعين رأسي إنه وحن صاري أما بأم عيني وحن كأركي وهم أيكوا يمثلون جرجريو بخبيب حيا أسوأ نول سبحان الله صحابي جاس وحلو سمى وحيد وعذراء أسوأ نول بنسن كجرن نكتون كجرن فيقطعون من جسده القطعة تلك المارتي تلو القطعة وهم يقولون أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناجٍ فيقطعون وحي جرجريا من جسده جرك سعيك جرن القطعة تلو القطعة قبل أما قيب أجريا وهم يقولون له أصائق كله أتحب ورمجعلان لهيد أن يكون محمد نبي محمد إنه هذا مكانك ماش هذا الجوتيد إنه محمد كان صلوات ربي وسلامه عليه وأنت ناجٍ أدناك سيدين وحبارا يعني إيمانكس كلمة عجيبك جوابي فيقول وحاويري والدماء تنزف منه ليقن أصاق برقريه بوحويري والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي ولدي وأن محمدا تشوك شوكه سبحان الله هذا العجيب استعماله وماشو رجل كبنجره وماشو فلو كبر يغضه وماشو قفك على الإيمان كالسونان وكالا معنى تدعته وحاول لي هاي أسوأ ليك كبر قريب إلهي بان كل أرتين النبي محمد أدمان تلذيهين بدل كاقل لقو بدل لما جعلان لهيد أنا أقول لي آمنة أهل كي عررتين وحي نو كجره فهداد معنى تيحبتاً يقو بدل لي تاسوك لي إذا وحال ما كسرنا نبي محمد اللي بعتها الوسمية والله وما أقول أبي النبي عليه الصلاة والسلام أنت شوك وشوكة نبي قوة حضرته إلى ماشة يوم سلعة إدريس النبي الله ليس كداي بل ما أنت كل يوم عليكم بدأنا مع الأهل كي يفهم الكي أنا نبض كجنا تحت أجدي الهيدين مرنا بكم مقن عن من يلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوة حصة حضرته مركز وحب الله بين علمه كسيديان قيليان ومارت ولي إليه مارت أن يقتلوه أقتلوه إليهن دلع أو يمارت الدلع إليهن المهم صحابي سألو سميني خبي مارت خبي بها وحول ليه كانوا أركي وإسلام كقالان دونه وحال أركي ليه يرفع بساره إلى السماء من فوق الخشبة السلب ويقول وحال أركي أسوأ اللبدي سيندود إيه سمدو إيه يان إيه كورفيران يان أسأل أقول ليه اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وحن أركي أسوأ هذا الهبارتوي اللهم أحسهم عددا إيه وحو كل إله يو انتقم منهم واحدا بعد واحد ولا تترك منهم أحدا إله يو مرسل نعك الله إله يو إيه كوب ومنها كتقين ومنها الريبين أما سيدو مارتل وسيشر حيو حولي وحالي ولا انتقم منهم إله كأرقوسو مد وكأرقوسو ولا تترك منهم أحدا إنها كأمارتي هو أبيون منها كتقين وي ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وحو مركب النفسي نفط ما نففت نفس إمارته وحو مركب النفسي أنفاسي أما مارت نفط نفتي وجود بيسي وحو مركب نفسي ده نفتي وجود بيسي علشان وصل نف بحياه معناه من وجود وهذا كله صو اللي قرحنا بحوي نفتي بقى ضبياقة قوة نفتي بقى ضبياقة قوة كسي بحيس لكن نبكى قريشين نبات فربنا بأجيين أجيسين سحابي قان جليلك وحي قرسين من ضربات السيوف وضعنات الرماح سيفة بكالدالين قمون بكو قبين إيه الليب مركز جركي سميل بنان ما بجرين بقى محالو نبيا مركز وحكا لماه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وحكا لماه محاد الله الرميسيوي نبكي قريشين وعذر راس إيمان تسلها ينموديا شعبك إن التوسى لكن شعب كودي قيب كم إذا إسلام كقاطع لبيك سمينيين لأن الله يهدي من يشاء إله إدو دون سهولي والسيارية وليقنوا دون رب سبحانه وتعالى واستعماله سحابي قان جليلك إلي إله سعيد ابن عامر الجمحي
oo kamid ahaa goobjoogayaashii meeshaa daawanayay ayaa waxay u leeyahay quraysh way ilowday dhibkii iyo dhibaatadii ay u geysteen khubayb, laakiin aniga waxuu leeyahay lam yaqib khubayb can khaadirii laxdatan, marnaba ilbiriqsiba kamuusan maqnayn laabtayda. Waan xasuusanay kaanii waxaa moodaa araahu la arkayo fii xulumi, markii aan maaragtay ku jiro hurdada oo maaragtay riyoonayo hurda waxaan ku arkayaa buu leeyahay si riya ah. Kaanii araahu fii xulumi, idaa nimtu waxaan ku arkayaa buu leeyahay si riya ah markii aan seexdo. Wuxuu kaloo arkayay bikhiyaalii hooyo mustaqid, si khiyaali camal oqdo qofkii mar waxaa dhacayso inuu qofka hor imaanayo si khiyaali khiyaali ah, asagoo soo jeedo ayuu hortaagan yahay oo hor maaragtay suran yahay qaabka u yaalay siduu ahaa sidii loo gelay. Way dhacdaa haddaad tusaale ahaan aan soo qaadano meel wacdaare ka dhacday ama wax ku dhaceen ama qarax ama dhibaato ka dhacday ood goobjoog ahayd, markaad meesha ilaahay kaasoo badbaadiyo ood ka waa meel fadhiis, waxaa kuu sawirmayo ama kuu daarmayo filimkii waxse u dhacayeen asagoon wixii kuga olin. Waxaan daawan ayuu leeyahay oo markuumarba soo istaagaysay labada ragco oo quruxu badnaa uu tukanayay alhaadi'atayni almudma'inatayni, labada salaadeed ee ragcadood ee deganaa ee huduu ah iyo maaragtay degaanta iyo xasuulnimada ka muuqatay. Waxaa dhagay kusoo dhacaya huwa yadcuu calaa qurayshin, waxaa marba dhagay kusoo dhacay dhagay kasii shanqarayo habaarkii u habaaraya quraysh. Markaasaa maxaa fayaqsha an tascaqahu saaiqa, marka fayaqsha wuxuu ka cabsanayaa an tascaqahu saaiqa, inay jac kusoo dhacdo ama dhagax samada kaga yimaado aw takhiru calayhi sakhratun min asamaai, ama dhagax samada kaga yimaado. Ninkaas markaas waa gaal, laakiin wuxuu leeyahay mar walba waa cabsadaa ninkii dhibka, wuxuu dareemayaa ninkan in la dulminayo. Ducadii ilaahay bariyay una habaaray habaarku una habaaray baa mar walba waxaan ka baqiy inugu dhaca uleeyahay. Intaa keliya ma ahay walaalayaalo, waxa uu leeyahay saxaabiga la yidhaha saciid ibnu caamir aljumaxi, waxaan ka bartu leeyahay khubayb saddex arrin oo aad iyo aad u qiimo badan baan ka bartay. Wuxuu ibaro leeyahay inuu iimaanka ama caqiida oo loo dhinto ilaa ay naftu ka baxayso, in qofka dhiban uu caqiido dhinto waa arrintaan aan ogaaday. Islaamka iyo nolosha dhabtuba inay tahay caqiida, qofka inuu caqiido leeyahay, caqiidisana ay naftu kaga baxaso caqiidisa ku sugan asaan ka bartu leeyahay. Tan labaadoon ka barta waxay tuu leeyahay ana aliimaan araasikh yafcalu alacaajiib wayasnacu almucjizaat, inuu iimaanka sugan, iimaanka sugan inuu mararka qaarkood mucjizooyin iyo waxyaala layaabla uu leeyahay awaadu leeyahay. Wuxuu leeyahay waxaan kaloo ka bartay saxaabiga la yidhaahdo Khubayb ibn Cadiy, waxaan ka bartay arrin kaluu leeyahay ana arrajul aladii yuxibuhu asxaabuhu kula hada alxubi innamaa huwa nabiyun muayadun min asamaa, ninka kana saa loo jecel yahay ee dadku aad iyo aadka u jecel yihiin waxaan ogsoonaaday inuu yahay nabi, inuu yahay nabi ilaahay samadana laga maaratay lagu hago oo hogaanka samada looga hayo. Ninkaan ragga saa u jecel yihiin waxaan ogaaday innamaa huwa nabiyun, inuu yahay nabi ilaahay samadana hogaanka looga hayo. Intaasoo dhan markii laabtiisa ku dhacday ilaahay subxaanahu watacaala sharaxa allahu sadra saciid ibni caamir ila lislaami, ilaahay islaamnimu qalbigiisa u kala jeexay. Faqaama fii mala'in, meel fagaar oo maaratay la dhowayo ka dhex istaagay, wa aclana wuxuuna muujiyey baraa'atahu min aathaami qurayshin wa awsaariha, inuu beri ka yahay aslaantii iyo wixii liitay iyo daaquudkay ku jireen inuu beri ka yahay, wakhalla cala asnaamiha wa awthaaniha, inuu ka baxayo banaan ka yahay asnaamtoodii waxay caabudayeen, wa dakala fii diini illaahi, ilaahay diinsana u galay. Markiiba intaa kuma ekaanin saxaabiga daliilka ah, markii wuxuu u dhaqaaqay inuu ka soo bax magaaladii maka ee uu soo aado madiina, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu la joogay ilaa uu ka dhimanay nabi calayhi salaatu wasalaam. intaa kumuusan ekaanin saxaabiga jaliilkae, markuu nabiga dhintayna wuxuu ahaa gacanta midig ama ragga u dhow dhow saxaabigii weynaa abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu, wa caasha wuxuuna noolaa oo agtiisa ka noolaa isagoo ah mathalan fariidan fadlan lilmuminiina aladiina ishtara alaakhirata bidunya, inuu ahaa qof tusaale ah, qof fariid ah, qof labiib ah, caqli badan, aragti dheer, qof lagu hirto, qof ummaddu ay wax badan ka faa'iido ahaa, ilaa uu maaratay abubakarna tegay saasuu ku sugnaa wey. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu waafajiyey haddana amiirkii labaad ee muslimiinta ee hogaamiyihii lamaa inuu asagana ula shaqeeyo, la falgalo, shaqadiisa wax ka qabto.
لرضي مركا لغدا مدح وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعون وخضابه ويستمعان له ويستمعان إلى نصحه وحيدني سنجي النسيحين كيسا ويسيخان إلى قوله هل كيسر ويدوها رعجرين ويستمعان إلى نصحه مرأة على مركو ترسينا ويكتلق رعجرين ويسيخان ويدوها رعجرين إلى قوله رهدي سيحو وليه دخل على عمر عمر باحو أسو قلي دخل على عمر الخضاب في أول خلافته فقال ما للمال ما كمل أما مركه هرب أما جعله هرب أما قعده هرب وحقصه قلي أمير كي مؤمنين عمر بويمت وحقير هذا كان نبيست يا عمر عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس وحقك ولدر دار ميابيري دت كان إلى إله وعبس ولا تخشى الناس في الله أمضى إله وبر إله أبو رسالة كي قانو أساك أنا حريص بدن لكن أمضى روح إله كفر ورق وقضب كبات قدر كلام حكير وألا يخالف قولك فعلك قولك هذا هي فعلك هذا عمر يوصل إسخلاف فإن خير القول ما صدقه الفعل هذا مثل أبو خير كما وحوي مثل فعلك إسلام الشيغان أو فإن خير القول قول مثل أبو فعلي ما صدقه الفعل مثل أبو فعلك مارت الرمي أو وح الشيء يحكها الإسلام مارت إسلش إسلام نقدر وحرنا الفعل كاس وكرم كرم كتاي هذا الكل واقعي إني هذا صحيح هل كان ربي دامنا ولا يلو ما أنت إله سبحانه وتعالى دلوين وبركة سبنسي ما ذا حب أقول الله ما يسوه ما ذا حب أطرت ما يسوه أميرك المؤمنين تا إرجع إله سبحانه وتعالى دلنا يقول بشاري بعلى ليه هاي قول كاغا يفعل كاي إسخلاف وحلاوي عمك وسرح يو إنه بعير بين دل دله مركو حكمك أما كرسي كفر السنة صد ولا كيش ولا على قالوا وحوى الدوي والله وعلى قت جيا أو وشك أباها دوح تمان تنولي هاي أو وشا مي أباها به مي أما أباها مي دتك عيد ملقا قبل ما لجريه من عريرية أو الفراش كهرين أو السرير كهرين أو البركين كهرين أو وح كهرين جل مرعى ما تك قارصة مر كاري ليش كحر غوجرتي من قول ولا تبيا ولا بسيب ياوي ما جا عجل وامي سين عن عبا لبنا جس لقاح ريا قيمة بدل مليه لو حس مايو ساعلك دي ما لقولوا بيا هاي ما دام أثرت إنك ما ده قارو غلطت قول كاجا يفعل كاجا هأسيش هذا الكل يلعب خدام نقول ده مرا يلو إلى ما ده هلا وبقى عمر مخدام أي ما عرفتي وحكير يا عمر عمر أقم وجهك لمن ولاك الله أمر من بعيد أو أمارت أو قريب إن أستقبوري كو إله سبحانه وتعالى هجانك ودقعت هذا القلي كو ذا كافك فك يكود كودو اسكود إنا سيسي من وحقوقة وتدوي وأحب لهم ما تحب نفسك وأهل بيتك نفتا روحا نرجع عشان عيك نجعله وحدعي كان يسمى لحظة ما أنت الصومالية دلك ما عرفتي وزيرك حلوانك مضحك وهذا كريس مانتا المهوري إلى مال أمني يا أمانة جيستان أمني يا أمانة ومد أمارة أجوان نبتي اللي باتدنا ومد يكون عيسي كد عيان دولار إمارة دنانير إله ما يكون عيان معدالة دا أليس الله مارت بكافر إله ميسو كف اللين كواس وحسامين وقعنت كل يوم بلاوي ألم يعلم بأن الله يرى ميسو كور قبوح وسامين إله يوجيه نعم ولا غير إله لك عبسه ورما أنت أيام نوحر ما لي لا كوهرتين إله كعب سهداد ما أنت برنامج هداوتين أنا أقوله واي تي في وتي في عالمي وحقولت الله بالله عليكم ولا غيره إذا كذا الإنسان قول كنيه في الكنيه حل ما الله رسول بالله وزير كسي حجي إلا يمشي أوصل رسول حتى متك دور دور شقي ومد واحد كرب الله تأخذه إله لك عبسه واتهيد سحابي دي جريل كامركو انتا كورتالي وحكرو كوي الوحا نفتا لنا عيسينا ومضا لنا وحكرو كوي إله سبحانه وتعالى كعب صوب إنها كلاك بغي ربي وكحرنو عمر وقو ديست نكتو فارعي لكن هذا العجيب يكون جوابي وحكرو ومن يستطيع ذلك يا سعيد سعيد أمنك يا أمانة يوحا الشيقيس إلا ونغمو يا كنعو كلمة كل جوا النبي صلى فقال وحكيري يستطيعه رجل مثلك ممن واللهم الله أمر أمة محمد وليس بينه وبين الله أحد
taasi waxa ku dhacay yiri midaba kala ah ilaahay subhanahu wa ta'ala u gacan galiyay hoggaankii ummadda nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ummadda nabiga hoggaankeedu kuwa gacanta u geliyay oo adigoo kala ah ayaa ku dhici karo walaysa baynahu wa bayna allahi axad laakiin ha ogaado ama ogsoono weeye adigo iyo rabbi subxaanahu watacala ana idinma dhexayso waxaad samaynaysid ilaahu ogyahay wey cumar markuu hadalkaa dhegaystay baa wuxuu dhansaday ninka inuu daacad yahay baa wuxuu dhansaday ninka inuu ficil u yahay markii wuxuu ku yiri yaa maaragtay saciidow waa yahay shaqa ku dhibeyna ha nagu sii dan culayskan oo naga dhex bixine aduu naga shaqee saan cadliga iyo waxu dhisno hadalkaasna aan bidhaamiyo kuwa banaanka ka taagan ciyaarta ee maaragtay ayakana dhahay waxa la sameeyo ee awoodda u leh inay ummadda wax ku caawin karaan inay ayaku qudhooda meesha isgeeyaan inay ayaku wax qaban karaan qabtaan inay tallaabada ay qaadi karaan qaadaan tusaale ahaan hadduu aqoontiisi uu leeyay inuu madaxweyne noqdo ama xildhibaan noqdo ama wasiir noqdo ama qof walba doorku leeyahay culimmadu doorkooda waa kale inay maanta ama ay kitaabo akhriyaan ama ummadda ugu baaqaan wara xataa culimmada qudhooda inay siyaasadda galaan wax ka marcinaya male siyaasaddu iyo diintu isma diidana siyaasaddu iyo diintu isbedel laakiin khiyaanadu iyo diinta isdiidan inuu wax laqdameeyo inuu wax la khiyaano baa diinta isdiidan ama qofku inuu siyaasi ilaahay ka cabsanayo ummadda hogaamin kara yahay isma diidana door walba qof walba uu ka qaadan karana inuu qaato leanna cumar wuxuu leeyay marka wacdiye uu dhacdigiisa dhageysta wuxuu yiri arrinta ha nagu sii daynna wax nagala qabo si kastaba ha ahaatee walaalayaal cumar markii wuxuu yii waxaa kuu dhigay hogaan hadal sarbeeb marka dhiibtay saciid wuxuu ku yidhi hay fidnayn maantana waxaa laga yaabaa dadkii qaarkayaga in lacag iyo maaratay malaayiin ama dollar kumanaan dollar ay ku bixiyaan si ay kursi ugu fadhiistaan kuwa kalena waxay ka cabsanayeen xukunkao loo soo wado inay diidaan ay dhahaan kuma dhacno ma rabno walaalayaalow isla markiiba waxaa loo dhiibay meel la yidhahdo xems oo maaragtay aada u dhib badnayd oo maaratay siria ku taal laakiin ayadii kuufa yaro ciraaq ku taale isku maga ahaayeen oo dhibaato fara badan ay ka aloosnayd muddo kadib cumar bin khadaab wuxuu ku yiri ma ku qornaa mushaar markaas urmaya iska dax mushaar ay qoreen maalka muslimiinta ama zakawaadka la qaybiyo caamka baa igu filan cumar waa uu iska tegay ninkaas meeshuu magacaabay muddo kadib baa cumar bin khadaab radiallahu tacaala canhu waardaah wuxuu arkay dadkii meesha ximse ahayd markaasu wuxuu ku yiri waxaad ii soo qortaan dadkii ka yimid maarata ximse wuxuu ku yiri uktubuu lii asmaaa fuqaraa'ikum xataa suddu xaajatahum dadkiina masaakiinta ah ee taagtay daran ee tabartay yarar ee waxbana haysanin ee aanan maaratay noolmaadkooda gacanta ku hayin iisoo qora aan wax siiye waxay sameeyeen liis dheer bay soo qoreen marka farafacuu kitaaban faidaa fiihi fulaanun wa fulaanun wa saciid ibnu caamirin hebel iyo hebel iyo hebel baa ku jiro warqadii ay keeneen ama liiskii ay keeneen waxaaba gudaha warqada liiska ku dhex jiro saxaabigii la dhihi jiray saciid ibn caamir ee magaaladaasna xukumay maanta ma dhacda ninka markii tuurur loo dhiibo ama degmeer loo dhiibo ninkii dhuugnaa waa baranaya bug ninkii maskiinkaa ninkaa taqaanay ma aha ka faa'idaysa wey waxaasna islaamku ma qabo walaalayaalo ina allaha laa yuxibu lkhaa'iniin ilaahay ma jeclo khiyaano bal ogsoonow wax walbo adduunka aad samaysid faman yacmal mithqaala darati khayran yara waman yacmal mithqaala darati sharan yara haba yaraatay wax yarba ha ahaatee dhuuri casi oo ishu qabrine oo xumaan hadaad qaadid oo ka toobadkeeda markaysa maaratay xumaanteeda wanaageed waxay leedahay markaasuu cumar wuu yaabay wuxuu yidhi hadal cajiib ah faqaala wuxuu ku yidhi waman saciid ibnu caamir saciid ibnu caamir waa midkee faqaaluu waxay ku dhexeen amiiruna waa amiirkayaga qaala wuxuu ku yidhi amiirukum faqiir oo amiirkii idin soo magacaabay faqiir ba waxba haysamiya qaaluu nacam ila dhegaysta walaalayaalo kelimada uu ka jawaabeen dadkaas wallaahi innahu latamuru wwallaahi innahu latamuru calayhi alayaamu diwaalu walaa yuuqadu fii beytihi naarun allahu akbar waa kelimo cajiiba waxay dhahe wwallaahi ilaah baynu ku dhaaranaye innahu latamuru calayhi alayaamu diwaal ayaamo dheer baa soo marayo walaa yuuqadu fii beytihi naarun gurigiisinaan dab laga shidin wallahi wax laga murugooda wey muddo dhan baa soo maraysa amiirkii meeshaas ka talinayay gurigiisana aan dab laga shidin famakaa cumar cumar waa u ooyey xataa ballad dubuucuhu lixyatu ilaa ay garkiisii ilmihii kasoo qubanayay imihiisii ay garkii buuxiyeen ilantiigii garka buuxisay markiiba wuxuu sameeyey inuu kun dirham uu u geeyo bakshad ama maarata kiish uu u diro markii dambe magaaladu markii lacagta loo keenay ee maaratay gurigiisa lacag soo gaartay hadal cajiib uu yahay marka
وهو كل واقع إنا لله وإنا إليه راجعون وحال مدين بلاوكو هبستي وحال مدين دباتن علي حاس كيسيون إن كيديو إنا لله وإنا إليه راجعون لما يسوب بودي سوب بلاوكتي بسر هذا الكاري تري ما شأنك يا سعيد سعيد ومحاك ودعي والمحاك أيضا أمات أمير المؤمنين من مدحوني المسلمين تعمل من تيتري قال بل أعظم من ذلك أرجنت وكويه يري قالت عتري أوصيب المسلمين في وقعة المسلمين تما رباتك بعضي قال أقول بل أعظم من ذلك أرجنت وكويه قالت عتري وما أعظم من ذلك هذو مرض محوري دمرين مسلمين تعمل جميل انت وحكوه وكلم حيهين بيتري قال وحوير دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي أدوية يتمت أدوية بلسوا بعنك شيء سيأخرين إله ليس ملأك إله يو إله أدوية ما رتي سنة في النين إله يو لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبرغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا إله يو أدوية همنا يغمنا يفكر كنا يمرقتنا يولو كنا والبهار كنا إله أدوية هكيرين بحيث الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له أدوك هو دار إلا لدار دم كدمينين بإله وصيلها وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي لحيوان لو كانوا يعلمون ومع ذلك أدوكنا وحلمني النصيب كانها إليم ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أدوك نصيب كل منك تجد سحابه ذلك ولا ليال مركي ساد على حاس كسعت الدنيا كنت من الشمس كتخلص ما هو مركو عيبت مركاسو يريد وعينة قالت نعم مركاسو يريد العقبة نوتبت لك العقبة نوتبت واندونا فقر مجرو بل ملاوه ربك او فقر سن السماوك يحبنا يسمو كوكية وحاو سميي كيش اما ورقلو سوق هذي وحكو قرر العقبة نوكياني وكلا قيبي حاس كلا يكوها فقضي مدكدب با وحايم الامير كي مؤمنين عمر وخدام العقبة الحمس أصو كرميرا وأنا سنة اللي ضبها من مرحلة كريم معها إلى محوري قبرتوري قدومي وزير يقاشان لك متكوس الرئيون شقوا البوض وما دفعي سيد حتى حوالها النقطين شقاها وأنا كرميرا كسبيس وحو البوض الودي وتشقوا البوض الودي إلى عدد إلى إسئلة سيد ومضيف أهاتيد وشاتها وعداده ومد كل شقي سنة أت كرميرا كسبيس وحال لودري مكسر الألعين وشغل مقفتين عمر مخطاب أو بعض القوب وجره بل سحابي او اديغنا كلها بالدمال بالباب بيروحوا شيء يقول كيسا هي فعل كان استوسي اسكو ادي واسوي هاي بلا سبب فعل كيسا يقول كيسا ما يسوي فخصيه ما هذا ابو يبيت مر على مركو دواني سو غلى دكي بو سلامي بل كان ربو يرى نينكي انا ما حد كغه دغاي وهي كدهن فشكوا اليه وذكروا اربعا من افعاله كل واحد منها اعظم من الاخر افر ارن وأفر قدر أو مدبا متكل كدريهي بكشكت ننكي محضوها مسكين كاس لكن وبالآذن وقالوا إذن وقالوا قبصا وقالوا سكاة دورها رعين مرة داده قان إيا مامل إيا منصب على مضاع قمارتي ومدوه يس محكمة دي مسلمين تهلكين وقالوا يارا وقالوا يحساب تميه وماشا لقي قاعته بارلمان كإنو مدحوا لا يحساب تميه كرو مدحوينها إنه وزيرها لسه ساس وكان حكومة ساس إسلام كوكا ساس ومارت ويا هاي إلا إسلام حساب تبي كروي وهو يري ما تشكون من أميركم والأميركي إنه ما حد كشجع لسان قالوا حينها الكو خذوا كبات لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار نكا شقنا أمسوا كله شقنا أمسوا دقدقو حتى يتعالى النهار إلا برقدي شقدي وقت مهم هذا نكا رنت شقنا أمسوا كله كوسا جرماد وقضب كبات واقرتي قضب كالرباد ممحوية انتو سأليه كاس بيرك جواب السجن هالنوح كويري عمر بها الحين وما تقول في ذلك يا سعيد سعيد والله والسلام حال سكون جواب حال جواب كان يساوي يري فسكت قليلا ايربو عمصي ونقل كوراس بلكو حلو ودي هناك جواب ازدجبل كفرسو هذا كان مكوحة بويهي مسكح لها كشقي سي انتو يرى عمصي ايوها الله ثم قال وحير والله إلهي بان كبرتي إني كنت أكره أن أقول ذلك أرنك إنا كهنا مجعلين أما وإنه لابد منه لكن مر هدوية إلا مهران مر هدوية إلا مهران فإنه ليس لي خادم وحشي يامر فإنه ليس لأهلي خادم إذا الكيجا قفش قال أمجوه
إلكي وحش قاله وينوجه مله فأقوم في كل سباح فأعجي لهم عجينهم. الله أكبر. الله محب فريديه والله هو فريد صحيح ما سوك لها ما دام شغاله بروي جوين حاجدي لشغالك مداي كل عند شغالك معها وحسن يا والله شقيا عرفت العجيب وقصتا بركة ودبتا أما عن جرد كليستا عرفت أنت قبل سنة سعيد ولا شقيا وعرفت أكون مش قمصلة مركب كون فيه تعجيب قصا ثم أتريث قليلا حتى يختمر وقبل أحد جرنك الأرجان مركب عجيب الله قصو إنه قبيرة ما بهي س عن جرد وحلو ودبت وقت على السيارة مركب عيونه صمر ذهوي ما نري قبلنا نال لشيء قبل أن حاسب على النهاية الحمد لله قبل مرك عاوك الصومالي عجينك قصته وهي مرك بري عن جاره كدوته سو هبينك أبوه ما أرتق قميره وحير مرك أنا يوم مرك عجينك قصه سو بحاسب حاسب وابيري أنتوا إيه قميري ثم أتوضأ وسوي سيستا بحكي لما سمي وآخر ما أرتق رص آخر رص بحابيري قال عمر حكيري فقلت له ما أرتق عمر حكيري وما فقلت له عرب هذا وحكيري ويري وما تشكون منه أيضا قلب كلبات يتكون ستان لك كلمة حوية قالوا حينهن إنه لا يجيب أحدا بالليل إنه لا يجيب أحدا بالليل مربع هدوها بين كدعه وقلع الرغضه مجدي لقرب عندنا وجواب جم قبوي أفكو حرتاوي عمر رأوا يابا عمر بحكيري وما تقول في ذلك يا سعيد سعيد مدهر بعد كلها ده قال وحير بالأيام هذا كان والله إلى ما كنت أرتي كنت أكره أن أعلن هذا أيضا أرن كان إلى إعلاميه أم جستو أني إله من مدحي من رب لك وشي يا وير وحير إيه وكلمة عجيبة قبل فأنا قد جعلت له فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل من غلها لا ما لك يا رأيك وشق يا وير لقصوا بالله الصبح مركا قريه كسو كله إلا أقبل كدعيه إقرع قرح ذي مجد كان قريسه أي كان إيوش قيسته أي كان وأذيقه خدمة المسلمين تان هيغا نوهي لكن بويري مرها الدوها بيك قرر أني إلهي ما هذا الله إلهي ما سيئي مرها أن تكريه إيا مرها قريه حاجة حاجة قريه أنك قبصانيه إنت دمان إلهي ما أني إلهي ما هذا الله يري الله أكبر إلهي نقدقه ونقص وسحابي قص كل قبي إله كو كنا ما نقدر ولا قالوا. قال عمر وحيل هي مجلس دحاد محيطها هي. قالوا وحيل إنه لا يخرج إلينا يوم في الشهر. تن هبينك وحب النواد الراتي من كان بشي مربع بالعربة. بشي مالو كبح. عق يجان مالو دجال ما هي. مالو كبح لا ما هي. معلم بابشي لوايا. واتهي وحيكون هين عمر وحيل هي محك الله ده. قال وحيل ليس لي خادم يا أمير المؤمنين سهرمك وصل شغل أميرك وأنت أنا وح شغال مله وليس عندي ثياب الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالكلمات نجستا وليس عندي ثياب غير التي علي إله ما كنت أرتاح حير نرك أوته نر إيمان نيرو لماذا شيء أوته وحمد إيمان نيروي الكور رم لماذا شيء أوته وهذا هو أوقمه وحمد إيمان نيرو فأنا أغسل هواء نقابليه في الشهر مرة مربع نقابليه بشي وأنتظر هواء كاتشا أنت إيقا أنقفيس كذب نؤمد أصبحا إله ما كبودا ركور مجال حويني مجالا أما قدميه مجالا دي أكل اللبنان على الأوقف وحوان إيما دارو ما لما رأوا أنا قول نؤمد أصبح كر وحكو تسلس عدالة ماشا إيقارت عمر واقو يامي وحيدو هاي محاد كلا كوسان قوم كأفراد أوني كان كويسان محوية قالوا وحيدهن تصيبه من حين إلى آخر غشية نيكي كان وحيده وقتي إلا وقتي كلا وامير دبالبا فيغيب عن من في مجلسهم عند لدوك توكسو حاودوان المقن أود عياو صحيا مرسوجه مانكي سنبا حياوي عمر بحيوه المتانم حيتهي وحيجر وحان قوب جوغها والسحابي وصابته نقص إسلامي وحان قوب جوغها ويري مسرع خوي من عادي مركي اللي بدلي خوي من عادي أروى مشركة هبار بو هبار تمي وكو هبار قريش تمركة أنا كمدا إلهي ومنها كريمين أو مارت بيح سمينة كبسو ده مروى البواب بقابي روحان كبقى إنه يقول عضو نبحي سمينة كسو دعي إنه يقول هبسو ده
وحنا مرنا جرجرنا قصو جرجرنا إن شاء الله تعالى وقت اللي قاد نوها يورا ليال وحقول لي هاي عمر بقى الحمد لله يري إله هو ما سنته وحقول الحمد لله يري متغنى إن وأميرك وحقول يري نعم وحقول يري الحمد لله ما يري ما هاي الحمد لله يري وليه إن الله سبحانه وتعالى يقول عابين مليه يظنك أنك قبي مركز ما عمر حقول العقب أسيه العقد دي عنده لون سود قليه مركي وكلا قيبي وحوكلا قيبي مساكينتي فقراء دي شركة مرة يمن قفك سحوك لك عدوك أصو إله سبحانه وتعالى لك يا ولد يا رب تحصل لو بها قفك أو مسلمة أم واحدة إله سبحانه وتعالى كحرا إنه وح ومد وهاي مسؤول يد وهاي أم أنت وعرايو إنه كلا بي وإله كحرنا هذا إن جب جبدي من مرنا إله سبحانه وتعالى مركي ما أنت كم جارنا إلى تلفونات يفرنا وقتي أمارتي نجاء أن مركو رصود هني إله سبحانه وتعالى بركيه وحالك جت جيا أنت أيه في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.